كاشف واحدة من المنظمات الناشطة والمتخصصة في التوعية وتأهيل الكوادر الطبية للمساعدة على نشر الوعي فيما يخص بسرطان الثدي، وقنا الله ووقاهم. والتفاصيل أكثر عن نشاط المنظمة هذه الأيام والتعريف بالمراكز وخطوات الكشف، معنا عبر الهاتف عضو منظمة كاشف ومعالج اجتماعي أستاذة سماح ويدي. مرحبا بك وصباح الخير عليك. عليكم السلام، صباح النور، أسعد الله أوقاتكم بالكب والخير، ويا رب أكتوبر يكون شهر خير وشفاء لكل المصابين بسرطان الثدي. يسعد صباحك يا رب. يا ريت أستاذ سماح يعني تورينا دور منظمة كاشف في شهر أكتوبر الوردي. طيب، أول حاجة منظمة كاشف هي منظمة تخصصية بحثية في مجال الوقاية من أورام الثدي فقط، تأسست عام 2018. رؤيتنا في المستقبل إن شاء الله بنطمح لأنه نحن نكون أفضل جهة مرجعية في التخصص وفي الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي. طيب، بالنسبة لشعارنا هو خطوة من بدري الحياة. بمعنى شنو؟ بمعنى إنه أنت كل ما كشفتي من بدري كل ما أنقذتي حياتك، يعني كل ما اكتشفتي الورم في مراحله الأولى كل ما الحاجة تسهلت عليك التعب. طيب، نحن بنشارك كيف فعاليات أو بنقدم ضيوف شهر أكتوبر الوردي. أي فعالية بتحتاج لكادر متخصص نحن جاهزين كمنظمة كاشف إننا نحن نقدم كادر متخصص قادر يقدم لك المعلومات المطلوبة في التخصص بمهنية عالية وبصورة صحيحة يعني. دي الحاجة اللي بتقدمها المنظمة لأي فعالية، اللي هو الكادر المتخصص اللي سلمت المعلومات بصورة صحيحة يعني. طيب، كلمين عن مراكز الكشف، وين الأماكن اللي ممكن تكشف عليها؟ كشف المبكر. نحن ممكن في مستشفى الزرة عندنا عيادات، وفي رقمنا موجود عند حدي لكم بنهاية الحلقة إن شاء الله. برضو عندنا عيادات متخصصة، يعني ممكن إذا في أي زول عايز يعمل كشف يتواصل معنا وإن شاء الله حيزور مراكزنا يعني. طيب، أنت كمعالج نفسي يعني أهمية الدعم شنو بالنسبة لي؟ التوعية والتثقيف بمرض سرطان الثدي. طبعا دي الدور المهم مش لسرطان الثدي بس، لكل الأمراض في الحياة، إنه دائما الشخص المصاب بأي ابتلاء بيحتاج للدعم النفسي أكثر من أي حاجة ثانية، وبيكون زي ممكن نقول إنه هو الطاقة اللي بتخليه يكمل مرحلة العلاج أو إنه يتعافى تماما كمان. ففي سرطان الثدي بيكون الوضع أكثر حساسية له، لأنه نحن بنتعامل مع إناث والأنثى بطبعها زولة حساسة شديد، ومدى حساسيتها تجاه الأشياء عكس الرجال. فلما نحن نتعامل مع المصابة بسرطان الثدي لابد من إننا نراعي بعض الحاجات. إنه أول حاجة إنه هي بتكون في مرحلة حساسة جدا، مطلوب مننا عشان نقيف معاها أول حاجة إنه إحنا نكون داعمين لها ونكون إيجابيين جدا معاها، لأنه زي ما قلت لك وضعها حرج شوية وهي حتكون أكثر حساسية وممكن تفضل الإنعزال. فكل ما كان المجتمع حواليها والناس المحيطين لها وأحبابها وأهلها كل ما كانوا داعمين وكل ما كانوا إيجابيين كل ما ساعدوها إنها شنو تتعافى بسرعة. بالإضافة لإنه كمان ممكن إحنا نحاول نغير روتين حياتها. إذا كان روتين حياتها فيه حاجات بتسبب لها إجهاد نفسي وجسدي، إذا روتين الحياة فيه الحاجتين دي لازم على طول إن إحنا نغيره لروتين يكون مناسب لوضعها الصحي اللي هي فيه حاليا. وبرضو من الحاجات المهمة جدا اللي أنا بنصح بها لابد من إنه نحن نعزز لها تفاعل اجتماعي مع منه مع مصابات تعافوا تماما من المرض. الحاجة دي مهمة ليه؟ مهمة لأنه هي لما تشوف شخصيات اتعافت قدامها فهي الحاجة دي بتديها أمل وبتديها دافع لأن هي كمان ممكن إنها تتعافى. وأنا حابة أطمن كل مصابة بسرطان الثدي وكل اللي اتعافوا مع تمنياتي لهم بدوام العافية، أي مصابة أنا بحب أقول لك إنه لكل داء دواء، وإنه الحاجة دي كل ما اكتشفناها من بدري كل ما قدرنا إن إحنا نعالجها. فالناس ما تتخوف من الموضوع، وزي ما بقولوا اللي بيدي من ربنا نحن بنستحمله، وإن شاء الله هي فترة وحتعدي، بس مطلوب منك إنك تكوني قوية ومطلوب مننا إنه إحنا نكون داعمين لها. طيب، الخطوة دي مهمة بتاعت إنه تتفاعل مع شخصيات تعافت. ثاني من الحاجات المهمة جدا
انه انا زي ما قلت لك المصابه بتكون في وضع حساس، غد تميل للانعزال، غد ما تحب تتكلم مع زول، وما تحب اصلا تمارس نشاطاتها اللي هي اوريدي كان بتمارسها. فحيبقى دورنا شنو؟ انه احنا نحاول بقدر الامكان نشجعها انه هي تمارس النشاطات اللي هي بتحبها، يعني ما نسمح لها انها تستسلم لشعور الياس، شعور الارهاق، نحاول بقدر الامكان نحن كمان نمارس معاها النشاطات اللي هي بتحبها. اذا بتحب الرياضه اقرب شخص لها واكثر شخص داعم لها ممكن يتريضوا سوا، اذا بتحب التمشي ممكن يتمشوا سوا، ايا كان نوع النشاط نحن لازم نكون داعمين لها في الحته دي ونشجعها عليها. برضو من الحاجات المهمة جدا واللي ممكن تكون مفقودة عند البعض إنه أي مصاب بسرطان الثدي أو أي مصاب بأي نوع من السرطانات فهو محتاج لمعالج اجتماعي ونفسي. يعني نحن كناس داعمين لها، أسرة، أصحاب، أحباب، أوكي قادرين إنه إحنا نديها القوة اللي هي تستحمل بيها، لكن في حتة كده بتحتاج لشخص متخصص اللي هي المشاعر بتاعت التوتر والقلق والخوف اللي بتكون مصاحبة للمرض. عرفت؟ فهنا لابد من انه كل مصابة انها يعني لازم تتابع مع معالج نفسي او معالج اجتماعي. الحتة دي مهمة جدا وبتساعدها انها تتخطى المرحلة دي بالسلام ان شاء الله. وزي ما بقول دايما يعني المرأة قوية ما في حاجة بتهزمها، ان شاء الله وان شاء الله ما في حاجة حتهزمها. يعني شكرا جزيلا سماحة ويدي طيبة، عضو منظمة كاشف والمعالجة الاجتماعية، شكرا لكل المعلومات والإيضاحات اللي انت قدمتيها لنا، شكرا جزيلا. الله يخليك، تسلم، شكرا.